بسم الله الرحمن الرحيم عن الملازم زاهر كريشير. بعد أن وردنا معلومات من بعض عناصر المنشطة في بلدة كفر بودا بأن قوات الأمن والشبيحة قد جهزوا لعملية مدامة في بلدة كفر بودا ليلا اليوم السبت 1/10/2011، فاتفقنا أن نقوم بمهاجمتهم واتصلت لهم في الساعة 6 مساء، وقد أثرت عملية عن مقتل ما يقارب 60 من عصابات الأمن والشبيحة، وتم بحمد الله تأمين خروج عناصر الجيش المشتقين والذي يبلغ عددهم 35 عنصرا بعتادهم الكامل باتجاه مدينة حماة وتدمير عربة بلديم وعربة بي ام بي وحرقها بالكامل. وأوجه إنذار إلى قوات الجيش المتواجدة في المدن والبلدات السورية بأن سنقوم بتحرير مراكبهم الرئيسة على حدود الجولان على سوريا حرابي.